طريق من همشي بعد له يشجع ذاك الجانب، جانب التنموي وجانب الاقتصادي. يعني اولا لا بد لي هون نشير لمسالتين، ان هذه الطريق مناسبه ان يشكر وينوه بشخصيه وطنيه معروفه اعطت نموذج فريد في قال التبرع والتطوع والخدمات العامه هو ولبنو. كيف قال واحد من النواب زميلي محمد بويا يلا طريق قال لا طريق ولبنو، هي معروفه لا طريق ولبنو، ويلا تكريما له واحتراما وتقديرا للدور اللي عدل انه شق جبل فوت فيه عشرات السنين، اللي عندهم الفضل واللي عندهم الجاه والوقت وجسمه هو قضاه فيها.